تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء، تقيم هيئة الملتقى الإعلامي العربي الدورة 16 للملتقى تحت شعار الإعلام ومتغيرات الصناعة، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وقال الأمين العام للملتقى ماضي الخميس إن الشعار يأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية صناعة الإعلام وحيويتها، مؤكدا مشاركة 150 طالبا وطالبة من كليات الإعلام المحلية والعربية في الفعاليات، انطلاقا من حرص الهيئة على إشراك جيل الشباب. وللمزيد حول فعاليات الملتقى الإعلامي العربي ينضم إلينا من مركز جابر الأحمد الثقافي مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل رائد الشمري. مساء الخير رائد، بداية كيف ترصد لنا الأجواء وكيف سارت جلسات هذا الملتقى؟ مساء الخير زميل العزيز صالح الشمالي، ومساء جميل على السادة المشاهدين عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت ومن خلال الأخبار. مؤكدا متواجدين في مركز جابر الأحمد الثقافي، والحضور المميز اليوم من خلال هذا الملتقى، الملتقى في نسخته 16، الملتقى العربي للإعلام، يمثل منصة كبيرة لتقابل كبار الإعلاميين الحاضرين من الوطن العربي. وأيضا ما يميز هذا الملتقى اليوم وجود شخصيات ذات مستوى رفيع بالنسبة للدول الشقيقة الخليجية وأيضا الدول العربية، أيضا أمور عديدة كانت حاضرة في الجلسات التي انطلقت منذ الصباح الباكر. نتحدث عن 5 جلسات كانت حاضرة مع انطلاق هذا الملتقى وبحضور رفيع المستوى من وزراء الإعلام وأيضا شخصيات في المجلس الوزراء، وأيضا بالنسبة لنائب رئيس مجلس الوزراء في فلسطين، أيضا وزير الإعلام البحريني، وزير الإعلام العماني، أيضا نتواجد معالي وزير الإعلام السيد محمد الجبري وزير الدولة لشؤون الشباب. نتحدث عن جلسات 5 كانت غنية بطروحاتها وبما قدم من خلال هذه الجلسات، ابتداء من متغيرات الإعلام، القواعد والأدوات ومهارات الممارسة، وأخذت يمكن زخم كبير بالنقاشات مع أصحاب الخبرة والأكاديميين، إلى جانب أيضا تواجد أعداد كبيرة من الطلبة، طلبة يعني كلية الإعلام في الوطن العربي. أيضا نتحدث عن ثورة التكنولوجيا في الجلسة الثانية والتي امتدت إلى ساعتين، وتطور وسائل الاتصال، تأثير هذا الأمر على الشبكات التلفزيونية الخاصة وأيضا على وسائل الرسمية في الدولة بالنسبة للوطن العربي، وما يشهد من تطور هائل بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت اليوم شريك إلى جانب التلفزيونات الرسمية في الدول العربية، إلى جانب أيضا المؤسسات الإعلامية الخاصة التي تواكب هذا الحدث. اليوم من خلال هذا التجمع الكبير إيجاد آلية لتجمع عدد كبير من الإعلاميين بطرح يرتقي إلى المصداقية، إلى الموضوعية، إلى أيضا إيجاد رؤية متكاملة تهم الوطن العربي، مؤكدا في ظل متغيرات سنتحدث عنها، مؤكدا من خلال الجلسة الثالثة وهي الحديث عن تجربتي مع الإعلام. هناك إعلاميون رسموا بأطروحاتهم وأيضا بنقاشاتهم من خلال برامج متعددة حوارية العديد من الآراء والأفكار، وأصبحوا لهم يمكن مثال يحتذى به في الإعلام العربي. الكل أبدى وأدلى بدلوة من خلال تجربتي في الإعلام. أيضا ما هو الأهم يمكن في الجلسة الرابعة، الحديث عن الإعلام العربي، الواقع والمستقبل، الواقع والمستقبل وما يشوبه من متغيرات سياسية اليوم قد تحتكم إلى بعض الآراء السياسية ووجودها في البرامج. أيضا الإعلام والإعلاميين يواجهون هذا الأمر بطرح موضوعي، وأيضا نقاشات كانت حاضرة أثرت الكثير من خلال الأكاديميين وصولا إلى الحوار المفتوح في الجلسة الخامسة. يمكن نتحدث عن ما يقارب 5 إلى 6 ساعات كانت الحوارات حاضرة من إعلاميين أكاديميين، أيضا إلى جانب حضور وزراء الإعلام الخليجيين والعرب في هذا الملتقى الذي أصبح منصة إعلامية ضخمة كبرى. هنا تفخر الكويت باحتضان هذا الملتقى الكبير بنسخته 16، 16 عاما نتحدث من العطاء في الإعلام العربي، والذي يرتقي مؤكدا للوصول لأعلى مستوياته، وأيضا لملا قد تصل للمنافسة بالنسبة للإعلاميين العالميين في ظل تواجد هذه المنصة الموحدة بالنسبة للوطن العربي بطاقات شابة.